النهارده قلنا هنخلص الواحدة إن شاء الله. وهنحل التدريبات اللي عليه، وده الآخر درس. ماشي. هو معلش انا شايف الكتاب رابعة مش تالتة. المفروض من الساعة 2:40. 143. مية انا تلاتة ممكن وأربعين اعرف بالنسبة للواجب، اسمع بالنسبة بقى، للواجب حتم ايوه قيم نفسك. انتوا الاتنين غلطانين نفس الغلطات، نفس الغلطات، مش معقول نفس الدماغ. ايه الغلطة دي؟ انتوا ما شفتوش التصحيح؟ هي المساحة بتبقى ايه؟ ضرب ولا جمع؟ المساحة اللي احنا عاملين ناخدها دي بقالنا حصتين، ضرب ولا جمع؟ ضرب أمال ليه بقى جمعنا؟ سؤال زي واحد ده، ليه بقى جمعتولي المربعات بس؟ ما تردوا عليا، ليه جمعنا المربعات؟ كنت مش حاسبها، نسيت يعني صفر الرقم اللي منقود كله، يعني مش ممكن احلها سؤال، مع الواجب. هو انا مش حله صفحه كامله، صفحه كامله على نفس السؤال ده قبلها؟ حلين صفحه كامله عليها ولا لا؟ صفحتين كمان، ليه نغلط في نفس الغلطه وانتوا الاتنين نفس الغلطه؟ يعني معنى كده في حد غشش من التاني، أنا مش معرفش خايفة، بقى مين اللي غشش من مين، بس انتوا الاتنين في حد غشش من التاني، في حد استسهل وقال ايه ده والله الواجب العظيم، محلول هنقله. والله العظيم أنا مسموح ده، والله ما غشيت ولا لا اكيد اكيد، ما فيش يعني حد بيبقى عنده نفس الدماغ، نفس الغلطة يعني بنفس يمس المنية. يمس. بس معقول ما أنا كانش فيكوا حد، يعني معقول ما كانش فيكوا حد مركز خالص في الحصة؟ بعت الواجب قبل محمد. انت بعت الواجب قبل محمد؟ يبقى ازاي بقى غشيت منه؟ محدش بعت قبليا. السلام عليكم ماشي، يا مستر. بعديها عليكم بعديها السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ بنص عاملة ايه؟ ساعة هو ايوه بعت. الحمد لله. على فكرة محمد ما بيغشش من الجروبات دي، أنا عندي، أنا التليجرام ده عندي أنا على تليفوني، هو بيحضر من الأيباد وما بيشوفش أي واجبات بتتبعت، هو بيخلص واجباته أنا ببعتها له، يعني هو ما بيغشش من حد. تمام. فأي واجبات هو بيعملها أنا التليجرام عندي على التليفون بتاعي الخاص بيا أنا، هو بيخلص واجباته أنا بصورها له وببعتها له على الجروبات، يبقى لأنه دي هو يعني بيحضر اللي من احنا فيه ده الأيباد. كارثة أكتر من الغش، يعني انت لو غشيته كان يعني هينة شوية، ما هو لكن انا بقول اللي لحضرتك بس انتوا من في نفس ناحيه الغلط، الغش، يعني هو ما بيغشش، يعني دي حاجه يعني لازم اللي تبقى هما واثقه عاملينه منها ده من ناحيه كارثة، محمد. يعني هما الاتنين يعني كارثة ان هما الاتنين مفيش حد فيهم الحصة. هو بيخلص واجباته حتى انا مش براجع له عشان ما اقولوش ايه الصح وايه الغلط، عشان حضرتك تشوف هو حال الصح ولا غلط بطريقته هو انا باسلوبه فاهمه، هو.
لو في غلط حضرتك ايه تصححي له. ما انا تمام، عادي ممكن مفيش مشكلة. بسهوله ان انا اصحح له واقول له ده غلط وده صح، بس انا عايزاه الغلط أيوة حضرتك تبقى صح، عارفه ما هو هو عامل ازاي. أيوة صح، ما هو بس هو لازم يبقى عارف، يعني لازم يحل مع نفسه عشان يعرف بعد كده السنة الجاية هو يحل لوحده الامتحان. ايوه، ما انا بعمل معاه كده نفس الوضع ده، فعشان كده هو فحتى بيحل هو احنا كده انت خلصت. بعوده ان احنا نمتحن، عشان كده احنا بنمتحن كتير جدا في الحصص اه علشان نتعود على جو الامتحان. انا بس حبيت اوصل لحضرتك ان هو يعني ايه، ما تمام، بيدخلش على ما فيش التليجرام مشكلة. اصلا ولا على جروبات الواجبات. الجروبات دي عندي على الخاص على تليفوني انا، وهو بيحضر من ايباد، مجرد ان هو بيحضر الحصص وخلاص، مفيش حاجه على الايباد ايوه خالص، جروبات واجبات ولا اي حاجه. فهو الواجب بيعمله زي ما بيعمله انا ببعته له. اتاكدت من حلك يا محمد؟ اه يا ماما خلاص ببعت. بس خلاص عايزه تمام اوصل لحضرتك تمام ان هو ما غش، لا ما لا ما بيغشش. فيش. هو انا مش بعاقبهم، انا بس يعني عايزه انقشهم، لان هم ما شاء الله مبارك، يعني الاثنين يعني اكتر ناس متجاوبه معايا في الحصه، فمش معقول ان هم الاثنين يخلطوا في نفس الغلطه. هو ممكن محمد بيتسرع شوية عشان عايز يخلص ويبعت على طول ويبقى اه، فاضي هي يعني، مش عشان كده بسرعه ممكن. الواجب، يعني مش بسرعه ان احنا نبعته الاول، المهم نبعته صح. طيب خير، هشرحها لكم تاني. تمام يا مس، شكرا لحضرتك. هنا اتفضل. طيب، هنا سؤال زي السؤال ده اللي هو رقم ألف في صفحة 142. احنا بنضرب صح؟ هو انا قلت لكم هي دي كاملة، المفروض ان دي كاملة كده، يعني هنا مكمل كده مربعات كده، بس هو بدل ما يرسمها كاملة هو جاب لك ايه؟ مصفوف، عدد الصفوف وعدد الأعمدة. فأنا هعد العدد ده اللي هو 1 2 3، هضرب 3 في كام؟ قلت لكم هناخده، انتوا ما شاء الله اخدتوه في الجامعة، ما شاء الله عليكم، يعني جمعتوه مرتين برضو. ماشي، هجمعه كده ايه، 1 2 3 4 5 6 7 8، هيبقى 3 في 8، مش هتبقى 3 زائد 8، هتبقى 3 في 8. 3 في 8 بكام؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ 24. 24. طب حللي دي يا محمد، رقم هاء. رقم هاء ماشي. التلاتة في أربعة 3 في 4 بكام؟ ب 12. ماشي، رقم واو يا عمر. كم واحدة يا عمر، رقم واو يا عمر. عمر يا عمر، 9 في 5. 9 في 5. ماشي، عشان نتأكد دول 9. ماشي، 9 في 5 بكام بقى؟ 45. 45. مكانش 14 صح؟ فهمنا النقطة دي ولا لأ؟ ما فهمناش. لو في حد مش فاهم حاجة يقول لي، أنا قعدت أقول لكم الحصة اللي فاتت، اللي مش فاهم حاجة يقول لي، اللي مش فاهم حاجة يعرفني، أشرحها لكم تاني مش مشكلة، أشرحها مرة واتنين وتلاتة وعشرة براحتنا خالص، بس المهم نطلع من الدرس إحنا فاهمين عارفين بنعمل إيه، لكن إحنا نطلع مش مستوعبين ومش عارفين نحل الواجب ده معناه إن في حاجة غلط، معناه إن إحنا يا اما ما كناش مركزين في الحصه. عمر افتح كاميرا. يا اما ما كناش مركزين في الحصه، يا اما ما فهمناش.
فانا عادي نعيد نشرح بطريقه تانية، مفيش مشكله. انت لما تقولي انا مش فاهم هعيد عليك الشرح تاني مره، ما فهمتهاش هغير الطريقه، لكن ان احنا نطلع من الحصه مش فاهمين ده مش مسموح بيه. تمام، وانا حليت معاكم التمارين، انا بحل معاكم تمام. التمارين كلها اللي في الكتاب علشان اعرف انتوا فاهمين ولا لأ، بمعنى ان انتوا بتحلوا ان انتوا فاهمين. طيب انا عايزة اعرف المساحة بالتقسيم يعني ايه. لو عندي مصفوفة بس عددها كبير هقسمها علشان ايه اعرف عددها كلها. يعني مثلا لو عندي 5 في 7 هقسم السبعة الكبيرة دي، لو أنا مش عارفة السبعة 5 في 7 بكام، هقسم السبعة الكبيرة دي لمثلا 3 و4، هضرب مرة الخمسة في 3 ومرة أضربها في 4. 5 في 3 بكام؟ 5 في 3 ب25. مش هتكلم. ب15. 15. 15. 15. طب والخمسة في 4 ب20. ب20. 20 هجمع ال15 مع ال20 هيديني ايه؟ 35. يبقى الخمسة في 7 ب35. دي خاصية جوه ايه؟ الضرب. مش احنا كنا قلنا ان الابدال في الضرب ان انا مثلا اقول 3 في 5 هي 5 في 3 والله حطيت والله ما عطلي. صح؟ صح. انت قافل الكاميرا ليه يا عمر؟ ماشي، يبقى دي خاصية الإبدال. في خاصية هناخدها جديدة اللي هي خاصية ايه؟ التوزيع. زي ما انا قسمت كده، يعني ايه توزيع؟ يعني هقسم الرقم الكبير لرقمين صغيرين. طيب هنا ايه؟ 5 في 8. لو انا مش عارفة 5 في 8 هعمل ايه؟ 5 في 8 هقسم التمانية دي لاتنين، ممكن تبقى ايه؟ 4 و4، 4 زائد 4. طب ممكن تبقى ايه كمان؟ 2 زائد 6. بتمشي ممكن حاجة تبقى ايه كمان؟ ها، 3 زائد 5. التمانية ممكن تبقى ايه كمان؟ 1 زائد 7 صح؟ طيب لو اخدتها 2 و4، 4 و4، لو اخدتها 4 و4 هضرب مرة الخمسة في 4 ومرة تانية الخمسة في 4 تاني واجمعهم على بعض. 5 في 4 بكام؟ ب20. 20. وخمسة في 4 برضه ب20. 20 زائد 20 40. 40. 40 مش هي الخمسة في 8 ب40؟ طب مثلا لو جالي 12 مثلا، 5 في 12 وانا مش عارفاها، هقسم ال 12 دي ايه؟ ل 2 و10، اضرب مرة الخمسة في 2 ومرة ايه؟ الخمسة في 10 عشان اسهل عليا. طب الخمسة في 10 ايه عارفاها؟ 50. 5 في 2 بكام؟ بعشر 5 في 2 10. بعشر. أجمع بقى العشرة زائد الخمسين تطلع 60، يبقى هي الخمسة في 12 هتبقى بكام؟ ب60. فهمنا يعني ايه بنقسم؟ تمام. طيب تعالوا نشوف الأسئلة جاية ازاي عشان نفهم أكتر. هو هنا مقسمهالي، هو السؤال ده مقسمهالي لمصفوفتين، واحدة باللون الأزرق وواحدة باللون البرتقالي. تمام، طبعا عدد الصفوف عندي واحد، هو مقسم الأعمدة فعدد الصفوف عندي إيه؟ واحد. اللي هو كام صف؟ واحد
ثانية اشغل القلم. ادي صف اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى الخمسة عندي ثابتة، خمسة احطها هنا واحطها هنا برضو. طيب اعد العواميد التانية اللي بالازرق، واحد اتنين هتبقى خمسة في اتنين. طب وبالبرتقاني، واحد اتنين برضو تبقى خمسة في اتنين برضو. هو حتى مش عايزني اجيب ايه الناتج بتاعها. طيب اربعة في عشرة، الاربعة مالها؟ اربعة صفوف ثابتين، احط الاربعة هنا اهي والاربعة هنا اهي، وبعدين اعد البرتقاني كام؟ البرتقالي كام عمود؟ أربعة، أربعة. والأزرق يا عمر كام عمود؟ الأزرق أربعة، فين الأربعة؟ العواميد احنا قلنا الصفوف أربعة في كله، ستة. ستة، يبقى العواميد ستة. طيب يا محمد، تقدر تحليلي رقم جيم هتبقى كام في كام وزائد كام في كام؟ ماشي، احنا قلنا الصفوف ثابتة، الصفوف كام؟ الصفوف ثلاثة، تلاتة، يبقى احط التلاتة فين وفين؟ الثلاثة ثانية، شغل قلم كده وحطهم. ماشي. أربعة عمتها، ماشي، اللي اللي بالأزرق كام؟ اللي في الأزرق ثلاث صفوف وكام عمود؟ وثلاث عمتها. وثلاث أعمدة. اكتب يعني الثلاثة في ثلاثة لا، التانية اللي بالبرتقاني كام؟ ما قلنا اللي بالأزرق تلاتة في تلاتة، اللي بالبرتقاني تلاتة في كام؟ بالبرتقالي أربعة يبقى تلاتة ثلاث في أربعة. صفوف وأربع عمتها. طيب انت ليه كاتب تلاتة في تلاتة وتلاتة في تلاتة؟ كتبت لا ركز يا محمد. التلات في أربعة ولا أربعة في تلاتة؟ لا احنا قلنا الصفوف ثابتة اللي هي تلاتة، ماشي، تلاتة وتلاتة. طب الأعمدة في الأزرق قلت لي تلاتة، وفي البرتقاني قلت لي أربعة، ليه بقى كانت تلاتة في أربعة وتلاتة في أربعة؟ واحدة فيها تلات صفوف وتلات أعمدة، والتانية تلات صفوف وأربع أعمدة. تبقى تلاتة في كام التلات وتلاتة في كام؟ تلاتة في ستة، ركز يا محمد، اعتبر اللي بالأزرق دي مصفوفة لوحدها واللي بالبرتقاني مصفوفة لوحدها، حلها على أساس ده. اللي بالأزرق مصفوفة لوحدها، اكتبهم مصفوفة لوحدها. اللي بالأزرق مصفوفة كام في كام؟ ثلاثة ثلاثة خمسة ثلاثة اللي بالأزرق دي مصفوفة لوحدها زائد اللي بالبرتقالي مصفوفة لوحدها. اللي بالأزرق مصفوفة كام في كام؟
للأسرع صفوف ثلاثة في كام؟ والأعمدة ثلاثة، هتبقى كام في كام؟ 3 في 3. 3 في 3. طب والبرتقاني؟ 3 في 4. 3 في 4. اكتب. ما كتبتش ليه؟ ثلاثة في ثلاثة ماشي، والتانية تبقى كام؟ بس 3 في 4. ماشي، يلا يا عمر، رقم دال. ستة ماشي، 6 في كام؟ والبرتقالي برضو 6. ماشي، يبقى اكتب بقى، هكتب 6 فين؟ هنا بص، هما هنا في الأول عايزني كلها على بعضها، عايز هنا كلها على بعضها الأول. دول 6 في كام؟ كله البرتقاني والأزرق. 6 في 6 في 3 والتاني 6 في 4. يبقى 3 زائد 4 كام؟ 3 في 4 7. 7. هتبقى 6 في 7. اعمل بقى البرتقاني لوحده والأزرق لوحده. ممتاز. يلا يا محمد، رقم هيك. رقم فاء 3 في 3 برضو. هما الأول كلهم كام؟ لا 3 في كام؟ كلهم البرتقالي والأزرق 3 في كام؟ الثلاثة المصفوفة كلها كده على بعضها 3 في كام؟ 8. 8. ماشي، البرتقاني بقى لوحده والأزرق لوحده. البرتقالي 3 في 3 ماشي، اكتب 3 في 3 والأزرق. 3 في 3 والأسرق الثلاثة في 5. 3 في 5. 3 في 5. اكتب يلا، 3 في 3 وثلاثة في خمسة. أكتب 3 3 في 3 والثلاثة في 5. همسة. يلا، رقم واو يا عمر. أول حاجة هو عايز يبقى 5 في 5 في كام؟ 5 في 6. لا، مش في 6، عدهم كويس. عدهم كويس، دول مش 5 في 6، 6 في 6. هما 5 صفوف صح، لكن الأعمدة مش 6.
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة، يبقى خمسة في كام؟ سبعة. يبقى همسح الخمسة دي الصفوف الأول، فهكتب همسح دي كده واكتب الخمسة الأول وبعدين السبعة. أيوة، اعمل بقى البرتقالي لوحده والأزرق لوحده. خمسة في اتنين، والتاني خمسة في كام؟ خمسة. برافو عليك. طيب هنا بصوا، مساعدني قوي، راسمها ومقسمها وفضل تكملة. يلا يا حلو. ماما. ايوه يلا يا يلا يا محمد. ماشي. رقم ألف. الستة البرتقالي ماشي. الستة في ستة في ستة هو الستة في ستة ستة في كام عمود؟ ستة في كام عمود؟ الأزرق كام في اللون الأزرق كام عمود؟ لا برتقال. ها كام عمود أزرق؟ واحد اتنين أنت بتبص فين؟ محل هنا، محل رقم ألف ده. بالأزرق كام عمود؟ ست لا ده الصفوف هي اللي ستة. واحد واحد واحد، يبقى ستة في كام؟ ستة في واحد واحد. لو انا اتلخبطت ومش عارفة اعد العواميد، ده هو هنا ايه اللي ايه ستة في تلاتة، وقول لي ايه ستة في اتنين، وانا يبقى انا اقسم التلاتة لايه، لواحد واتنين. طيب اضرب بقى ستة في اتنين، هو قالك ستة في واحد بستة، ستة في اتنين بكام؟ ستة في اتنين باتناشر. 12. 6 زائد 12 كام؟ الستة زائد اتناشر بكام؟ اتناشر 18. 18. طيب يلا يا عمر. هو بيقول لي ان هي 7 في 7. سبع هي سبع الازرق كام في عمود؟ سبع في الازرق كام خمسة عمود؟ في 5. والتانية كام؟ في اتنين 2. 7 في 5 بكام؟ سبع خمسة 35 35. وسبعة في 2 وسبعة في اتنين 2 على بعض 49 لا، عايز 7 في 2 الأول. 14 14. اجمع بقى 35 و 14 49 49. يلا يا محمد رقم جيم. رقم كيم ال وقفت صح والستة أربعة في تسعة. يا والستة في والستة في أربعة ماشي، يبقى 4 في 6 وكام، و4 في كام؟
وأربعة في تلات، أربعة في تلات. أربعة في ثلاثة. أربعة في ستة بكام؟ الأربعة في ستة، الأربعة في ستة بكام؟ خمسة وعشرين. أربعة في ستة بكام؟ أربعة وعشرين أربعة وعشرين زائد أربعة في ثلاثة. الأربعة في ثلاثة زائد أربعة في ثلاثة بكام؟ سبعة، سبعة، أربعة في ثلاثة. يا محمد أنت أربعة في مش مركز ثلاثة، خالص خالص. أربعة في ثلاثة. إيش؟ أربعة في ثلاثة بكام؟ اتناشر، 24 زائد 12 كام؟ 24 زائد اتناشر، ستة وتلاتين. 36. يلا يا عمر رقم دال. هو بيقول لي 8 في 6. قسمها 8 في 6 ل 8 في كام و8 في كام؟ 8 في 2 أول واحدة، أيوه. التانية 8 في 4. 8 في 4. هو قال لك ان هي ب 16 و 32. برافو عليك. اجمع بقى 16 زائد 32 كام؟ 14، 42، 48. 48. الرقم هي يا محمد. هو بيقول رقم لك 3 في 10، يبقى قسمهم لكام وكام؟ قسم ال10 لكام وكام؟ التلاتة في خمسة، ماشي. التلاتة في والناحية خمسة التانية تبقى ايه؟ مية، التلاتة، التلاتة في خمسة ماشي. 3 في 5 بكام؟ التلاتة في خمسة وخمستاشر، وبرضو 3 في 5 بكام؟ برضو 15. 15 زائد 15. هو قايل لك ان هم مجموعهم 30. 30، 30. طيب يلا. هنا بقى هو مديك هو مديها لك، عايزنا نلونها. هعمل ايه؟ هخليها لونين كده مختلفين. قول لي 6 في 5، قسمها لستة. ستة دي يعني 6 صفوف، اهو 1 2 3 4 5 6. قسمها لثلاث أعمدة وعمودين، يبقى هاخد ايه؟ ادي عمود 2 3، الونهم كده بلون. والايه الستة في 2 العمودين التانيين، هغير اللون والونهم بلون تاني. بس كده. ماشي، واعمل خط كده في النص بينهم. طيب يلا يلا يا عمر. 4 في 8، قسمها ل 4 في 3 و 4 في 5. ارسمهم لي بقى. أربعة
بلونين، لونين مختلفين، 4 في 3 وأربعة في خمسة. كده أول حاجة من البديل لا طبعا، ليه؟ احنا قسمنا كده فوق، انا بقسم الأعمدة. أنا عملت 8 زي ما هم. لا انا بقسمه وهو قسمه. انا عملت ايه في المسألة اللي فوق لما حليتها؟ قسمت 6 في 3 اهو لوحدها، اهم لوحدهم اهم، وقسمت 6 في 2 لوحدهم بلون تاني. ما في صح ايه يا بقى ناس؟ اللي انت عملته ده؟ الأربعة هي في 8 ينفع كده؟ يا حبيبي بص ركز معايا، هنا بيقول لي هو قسم التمانية دي لتلاتة وخمسة، قسم التمانية دي لتلاتة وخمسة، فاعمل 3 عواميد وبعدين 5 عواميد. ادي 1 عمود، 2 3، عامل خط اهو. هلو ده بلون وده بلون تاني، لان فهمت انا هو عامل قصده ايه؟ وعايزك تلونهم زي اللي فوق ده، زي المثال اللي فوق ده، بس مش اكتر. تقسمهم كده. بخط وتلون ده بلون، ايوه ده بلون، والتاني بلون تاني. طيب نجيب لهم تاني. اتنين أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة هما خلاص قسموا أربعة يا عمر. خمسة. انت لغاية دلوقتي مش قادر